السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين القسم 8 مدونتي لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. مذاكرة الفيزياء تراكمية، أي كل درس بيومه. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة. تتكون بنية دبوس شعر من سلكين مستقيمين شبه لا نهائيين، يبعدان عن بعضهما بمسافة 2 سنتيمتر، وتربطهما معا قطعة سلك نصف دائرية، يجب أن يكون نصف قطرها 1 سنتيمتر، ويقع مركزها عند نقطة الأصل للإحداثيات XYZ. يمتد السلك العلوي على طول المستقيم Y وتساوي 1 سنتيمتر، ويمتد السلك السفلي على طول المستقيم Y تساوي سالب 1 سنتيمتر، ويقع هذان السلكان في الجانب الأيسر للمستوى XY. تبلغ شدة التيار في بنية دبوس الشعر 3 أمبير، ويتجه التيار يمينا في السلك العلوي في اتجاه عقارب الساعة حول نصف الدائرة، ويسارا في السلك السفلي. أوجد المجال المغناطيسي عند نقطة أصل النظام الإحداثي. رسمنا محور X ومحور Y، ورسمنا السلك الأول ونصف الدائرة والسلك الثاني. بدو المجال المغناطيسي عند النقطة اللي لونها أحمر، نقطة أصل النظام. المجال المغناطيسي في هذه النقطة ناتج عن السلك العلوي والسلك السفلي ونصف الدائرة. إذن محصلة المجال عبارة عن تراكب للمجالات المغناطيسية التي تم إنشاؤها بواسطة السلك العلوي والسلك السفلي والحلقة أو نصف الحلقة. بواسطة القاعدة الأولى لليد اليمنى يشير المجال المغناطيسي للثلاثة إلى داخل الصفحة. إذن المجال المغناطيسي الكلي هو مجموع جميع المجالات. المجال المغناطيسي الذي ينتجها سلك لا نهائي نحسبها من هذه المعادلة. كونه ذكر عندك أنه المجال المغناطيسي الذي ينتجه سلك شبه لا نهائي، السلك اللي عندك ما نهائي، لا نهائي، شبه لا نهائي، فبناخذ بنعطيه نصف القيمة هذه، فبناخذها هذه. المجال المغناطيسي الناتج عن حلقة كاملة في مركزها تحسب بهذه المعادلة. نحن ما عندنا حلقة كاملة، عندنا نصف حلقة، إذا بناخذ نصف الكمية، إذا نحن حنحتاج هذه وهذه. بي توتال تساوي لبي واحد زائد بي اثنين زائد بي لوب، لوب يعني الدائرة. ما حطيت متجهات لأنه كلهم له نفس الاتجاه، أي اتجاه المجال. بي واحد عبارة ميو نوت في آي على أربعة باي في آر، زائد بي اثنين ميو نوت في آي على أربعة باي في آر، بي للوب ميو نوت في آي على أربعة آر. جمع هدولي بيعطيك هذه زائد هذه. العامل المشترك بيناتهم هو ميو نوت في آي على اثنين آر، بضل عندك داخل القوس واحد على باي زائد واحد على اثنين. يعني عندك هون أربعة، طلعنا نحن ميو نوت في آي على اثنين آر. بتعود وبتحسب تطلع عندك هذه بي توتال. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء ومن التشجيع.